انا النهارده كيوتيوبر كان لازم اطلع اتكلم على فيروس كورونا. اولا ايه فيروس كورونا؟ فيروس كورونا له مده حضانه 14 يوم، هو عباره عن فيروس بيخش جسم الانسان وبيتكاثر، لا بيموت لا بينتقل لشخص تاني، تمام؟ علشان كده الحكومه وقفت الدراسه 14 يوم علشان يبقى في حد من انتشار الفيروس، تمام؟ انا هتكلم النهارده عن الوقايه، عشان الوقايه خير من العلاج، دي حاجه معروفه. طب ازاي نعمل الوقايه؟ تمام، دلوقتي هتكلم على طرق الوقايه. اول حاجه مكتوبه عدم ملامسه الاسطح، ليه؟ لان ممكن يكون عليها الفيروس، تمام. افرض انا خلاص هقع، رحت مسكت في السور مثلا، هغسل ايديا بالمطهرات. ايه هي المطهرات؟ اول حاجه الكحول اللي بنسبه 70%، تمام، ما لقيتوش عشان هو ناقص في الاسواق وناقص في الصيدليات اساسا، غير الناس بتخرم فيه دلوقتي بتحط عليه ميه، تمام. هنجيب كلوريا 3 خمسات او 5 خمسات، نفس وظيفه الكحول بالظبط، ماشي. الديتول ده للجراثيم والبكتيريا بس، حتى شركه ديتول قالت انا ماليش دعوه بالفيروس، مش هطهر الفيروس ده. انا اشتريته الجيل المعقم ده اول الموضوع، وكنت بغسل بيه ايدي على طول وانا ماشيه في الشارع، في الاخر خالص عرفت ان هو مش اي 60 لازمه، علشان برضو للجراثيم وللبكتيريا، يعني هنستخدمه للايام العاديه لكن الفيروس دلوقتي لا، تمام. ده بالنسبه للمطهرات، نغسل ايدينا بالميه والصابون، اي صابون ان شاء الله، حتى الصابونه اللي بجنيه، لان القلويه هي المهمه في الموضوع، القلويه هي اللي بتموت الفيروس، ماشي. هنيجي بقى على لو احنا رحنا مكان زحمه للضروره، افرض ركبنا المترو او الاتوبيس، هنلبس الكمامات، خلاص كده. تاني حاجه مكتوبه تقويه جهاز المناعه، هنكتب على جوجل الوجبات الغذائية المتكاملة، علشان انا مش دكتورة وهنعرف من خلالها هناكل ايه عشان نقوي المناعة. على فكرة الخوف بيقلل المناعة يا جماعة، فعشان كده ما نخافش، ده عبارة عن فيروس عادي وله حلول ان شاء الله، فمش هنخاف من الموضوع، احنا بس هنقعد في البيت شوية ال 14 يوم اللي الحكومة قالت عليهم علشان الفيروس ما ينتشرش، وكمان علشان نحافظ على اهلنا ونحافظ على اولادنا ونحافظ على نفسنا كمان. هنيجي كمان على لما نروح البيت بقى، المفروض ان احنا هنغسل الخضار كويس وهنسلق الفراخ واللحمة، ده بالنسبة لست البيت، هنسلق الفراخ واللحمة كويس عشان الفيروس بيموت عند درجة حرارة عالية، زائد كمان زي ما قلت هنمسح الأسطح بالكلور والمخفف بالمية. احنا طبعا قاعدين في البيت دلوقتي، هنقعد في الشمس زي ما انا قاعدة كده في البلكونة، هنهوي الشقة، هننضفها ونعقمها بالكلور، هنجيب كلور مخفف في مية وهنعقم الشقة كلها، نمسح الأسطح. لو انت بتشتغلي هتلبسي جوانتي، هتلبسي كمامة، هتمسحي الأسطح كل 5 دقايق او شوفي على حسب الناس اللي بتجيلك، وهنعقم ايدينا بالمطهرات زي ما احنا قلنا. اهم حاجة المهم في الموضوع ده النظافة، لو النظافة كملت يبقى ان شاء الله مش هيجيلنا حاجة، والوقاية احنا هنبقى عملنا اللي علينا، تمام. هنيجي بقى على الدعاء، طبعا الدعاء بيغير القدر وبيشيل الوباء وكل حاجة، مليون في المية طبعا، مليون في المية، بس انا ما اجيش اكون انا اقعد اقول يا رب يا رب احميني من الفيروس، يا رب انهي على الوباء وكده، وانا اصلا عايشة حياتي وبخش المولات وبنزل مع اصحابي والدنيا تمام في الشارع، وما بروحش البيت اصلا وما بسمعش الكلام، وفي الاخر ادعي يعني، ماشي الدعاء تمام، بس ربنا قال اعملوا اللي عليكم، والشيخ قال لازم نحط خطه مع الدعاء، لازم نعمل اللي علينا، نسمع الكلام ونطهر ايدينا ونقعد في البيت ونروحش في المكان الزحمه وندعي، فربنا هيستجيب لدعائنا ان شاء الله، ونقول يا رب. هنيجي بقى في النقطه المهمه اللي انا عامله عليها الفيديو اصلا، ان طرق الوقايه مكتوبه في كل حته والناس عارفاها، بس انا قلت اقولها علشان نسمعها تاني عشان لو ناسين حاجه. هنيجي بقى نتكلم في الحاجه المهمه، انا لما اروح اجيب من الصيدليه كمامه وما الاقيش، الف اكتر من 10 صيدليات ما الاقيش كمامه، تمام، وفي الاخر خالص لما الاقيها الاقي الراجل بيقول لي ب8 جنيه، وهي اصلا الكمامه المفروض تتباع بجنيه او 2 جنيه، اللي هي الكمامه التعبانه دي اللي هي اصلا بتتغير كل 3 ساعات، خلاص، وغصب عني اشتريها علشان ما فيش. تاني يوم انزل اشتري كمامه الراجل يقول لي ب15 جنيه، نفس الكمامه بالظبط من نفس المكان، طب ليه؟ للاستغلال، لازم يكون في رقم في الموضوع ده، في ناس معهاش فلوس اصلا تشتري حاجه، ده اول حاجه. كذلك الكحول، لما الناس تمسك الكحول تخففه بالميه، ماشي، يبقى ملوش لازمه اصلا. زياده عن كده الكحول، ازازه الكحول بتتباع ب18 جنيه، الاقيها في الصيدليه ب50 جنيه وفي السوبر ماركت، طب ليه؟ ليه الناس بتغلي على بعضها؟ ليه المحلات بتغلي؟ غير كده اصلا الناس بتخزن الحاجه وتقول للناس ما فيش، ماشي. تاني حاجه، ليه الناس تخش السوبر ماركت وتخلص كل الحاجات اللي في السوبر ماركت؟ ليه؟ هيحصل مجاعه بكره، يعني ليه احنا نعمل كده؟ ليه هم بيعملوا كده؟ الناس اللي هم، مش كل الناس طبعا، بس في ناس بتعمل كده، احنا ده شفنا في التلفزيون ان الناس دخلت على هايبر خلصت الحاجات وبتخانقوا على المناديل، مش فاهمه في ايه. في اخر الفيديو عايزه اقول لكم ان ده فيروس عادي ان شاء الله،
كل حاجة هتتحل، في نسبة شفاء عالية. الصين خلاص بدأت تعيش حياتها عشان بيسمعوا كلام حكومتهم وقعدوا في البيت زي ما هم زي ما اتقال، والمرض بقى بيقل. عايزين نفكر في نفسنا شوية.